السلام عليكم. ما تزال خطة ولد الشيخ مثارا للجدل محليا وإقليميا وربما دوليا، وتتوالى المواقف الشعبية والسياسية إزاء تلك الخطة التي يصفها مراقبون بأنها انقلاب على المرجعيات الأساسية والعملية السياسية في بلادنا. من تلك المواقف موقف التحالف العربي الذي يكتنف كثير من التردد والغموض وعدم الوضوح، رغم الموقف المعلن للتحالف بإسناد الخيارات السياسية التي تعزز الشرعية التي جاءت عاصفة الحزم لاستعادتها. أخبار متداولة عن ضغوطات تتعرض لها دول التحالف بخصوص تلك الخارطة، وضغوط تمارس على السعودية تحديدا، بينما يرى متابعون أن الخارطة شأن سياسي يمني والتحالف يترك الخيارات السياسية للشرعية اليمنية. وهناك من يرى أن الضغوطات الدولية لوقف الحرب في اليمن تحت ذريعة المعاناة الإنسانية والحصار وازدياد الأمور سوءا وطول أمد الحرب ضغوطات منزوعة النوايا الإنسانية، وإلا لما لم تتحرك الأطراف الدولية لإسناد إسقاط الانقلاب واستعادة الدولة وتنفيذ القرار الأممي الواضح والصريح على أساس أن الحرب نتيجة لسبب اسمه الانقلاب. وهنا نتساءل، هل ثمة ضغوطات دولية تمارس على دول التحالف بخصوص خارطة ولد الشيخ، ومن بينها الأخبار المتداولة عن موافقة السعودية والإمارات على القبول بتلك الخطة؟ وما تفسير الغموض الحاصل في موقف التحالف العربي من خارطة ولد الشيخ؟ وهل الخيار السياسي متروك بيد اليمنيين وخصوصا السلطة الشرعية؟ حول هذه الأسئلة مشاهدينا الكرام ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة، والتي سيكون ضيفي فيها الأستاذ الدكتور عادل مسني الباحث في العلاقات الدولية، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مرحبا بك دكتور عادل. أهلا وسهلا بكم. دكتور عادل، بداية قبل أن ندخل في مسألة الضغوط الدولية التي تمارس على الشرعية وعلى دول التحالف أيضا لأجل القبول بخطة ولد الشيخ، دعنا نذهب لمشاهدة هذا التقرير ثم نعود لبدء النقاش. بعد أن كانت خارطة ولد الشيخ عبارة عن مقترح للحل في اليمن، يبدو أنها أصبحت محاولة فرض رؤية جديدة خارج المرجعيات، خصوصا مع إبداء بريطانيا عزمها طرح مشروع قرار جديد لمجلس الأمن بدعم خطة المبعوث الأممي. يتضح جليا بأن المجتمع الدولي يدفع باتجاه القبول بالخطة وتمكين الأذرع الإيرانية من السيطرة على اليمن، فيما مواقف الأطراف المحلية والإقليمية والدولية وتحديدا التحالف المساند للشرعية في اليمن لا تزال ضبابية ولم يصدر أي بيان رسمي تجاهها. مبادرة ولد الشيخ ردت عليها الحكومة الشرعية بأنها خالفت بشكل واضح المرجعيات الثلاث التي اتفق عليها كمرجعيات لأي حل. أبرز تلك التناقضات عمل الخطة على إزاحة الرئيس الشرعي من المشهد، والذي قضى القرار الأممي 2216 بدعم شرعيته وإلزام الإنقلابيين بالتراجع عن مظاهر الإنقلاب الذي قاموا به في سبتمبر 2014. مصادر صحفية قالت إن السعودية والإمارات وافقتا على خارطة الحل المقدمة من الأمم المتحدة، وبينما لم تعلن المملكة العربية السعودية موقفا صريحا من المبادرة حتى الآن، أقدمت الإمارات على تأييد الخارطة فور إعلانها. مراقبون يقولون إن الالتباس في مواقف التحالف وتراخيه في التعاطي مع الخارطة سيعود بالنتائج السلبية على التحالف الذي تدخل في اليمن استنادا لطلب الشرعية. الكاتب السعودي جمال خاشقجي حذر الرياضة والشرعية من التعاطي مع الخطة التي وصفها بالمؤامرة، وقال إنه في حال مرت هذه الخارطة فإن اليمن ستصبح قاعدة إيرانية بشرعية حكومية تستصعي على التدخل مجددا. حتى الآن لا يزال موقف الحكومة رافضا للخطة، غير أن تحركات إقليمية ودولية تدفع بالضغط على الحكومة للموافقة عليها، منها إعلان سلطنة عمان ضمان انسحاب الميليشيا. يتساءل اليمنيون، هل ستخذلهم الشرعية التي دافعوا عنها منذ أكثر من عامين؟ وهل وظيفة الأمم المتحدة شرعنة انقلاب الجماعات المسلحة على الشرعيات الدستورية؟ المرحلة القادمة ستحدد موقف التحالف من الأزمة وكيفية تعريفها للصراع في اليمن. إذن مشاهدينا الكرام، عن خطة ولد الشيخ والضغوط التي تمارس على الشرعية والتحالف لأجل القبول بها ستكون حلقة المساء اليمني لهذا اليوم. ورحب من جديد بضيفي هنا في الاستوديو دكتور عادل، مرحبا بك مرة أخرى. بداية دكتور عادل، يعني هناك جدل دائر حول خطة ولد الشيخ محليا وإقليميا أيضا وربما دوليا، حدثنا عن ذلك.
أعتقد أنه تأتي في سياق ضغوط هائلة تمارس ضد المملكة العربية السعودية، ابتداء من غاستا واتهام المملكة العربية السعودية باعتبارها الراعية للإرهاب بالعالم، مصحوب بإعلام مكثف في الغرب وفي الولايات المتحدة الأمريكية يصب حول المملكة العربية السعودية تحديدا. يأتي أيضا في ظل التحولات الهائلة بالمشهد الإقليمي المدعم لنفوذ إيران المتغلغل في المنطقة العربية، ابتداء بالعراق وسوريا والآن الانتصار الكبير بلبنان الذي يمثل أيضا تمكين لأجندة إيران في المنطقة، وليست لبنان إلا حلقة في ظل حلقات أعتقد أنها متكاملة في إكمال الطوق حول دول التحالف والمملكة العربية السعودية، خاصة مع هذا التمكين الكبير الذي أيضا تدشن هذه المبادرة الجديدة في إعطاء مساحة كاملة للإنقلاب في التمكين وهي أجندة إيران في اليمن. أعتقد أن هناك على المستوى الدولي الممثل بجاستا، على المستوى الإقليمي التطورات الهائلة جدا في المنطقة في لبنان في العراق وأيضا خروج مصر من التحالف، نهيك أيضا عن هذه المبادرة الآن، هناك شبه توافق دولي إقليمي حول إطباق الطوق حول المملكة العربية السعودية، وينعكس هذا على أيضا الحرب والصراع الدائر في اليمن. أعتقد أن المسألة الآن واضحة تماما، هناك تكتل إقليمي ودولي، الأمر الآن منوط بالمملكة العربية السعودية والتحالف بأن يعي هذه المخاطر الكبيرة. نعم، في قبل أن ننتقل لهذه النقطة دكتور عادل، يعني إذا تحدثنا عن مواقف أطراف معينة للضغط حول السعودية يعني أن تظل أو أن تمارس عليها هذه القيود التي تذكرتها كيف يعني تقرأ موقف هذه الدول التي تود أن تظل السعودية تحت ضغوط معينة، لماذا؟ حقا هناك صراع، الآن صراع قوي وفاعل في المنطقة العربية، وهو الدفع في عجلة الصراع باتجاه الصراع الطائفي المقيت الذي يفجر ويفخخ المنطقة برمتها. أعتقد أن هذا يأتي نتاج لثورة هائلة في المنطقة العربية وهي مجيء الربيع العربي، جاء الرد بهذا الانحراف الكبير باتجاه تفجير هذا المناخ الطائفي المقيت والتي تزعمه إيران بدعم غربي مطلق، وهذا واضح الآن في لبنان في العراق تماما، دمر العراق والنسيج العراقي والآن سوريا ولبنان، وبالتالي المعركة الآن حامية الوطيس في اليمن في سياق هذا البعد الطائفي، ومن هنا يأتي التضييق على اعتبار أن المملكة العربية تزعمت البعد العربي، تزعمت المعركة المناهضة لهذا التطييف للقضية العربية برمتها، وبالتالي أعتقد أن المملكة العربية استطاعت أن تحد من هذا الطموح الإيراني كثيرا في ضرب الانقلاب وضرب مفاصله ودعم الشرعية، أيضا بدأ انعكاساته أيضا على المنطقة في العراق وأيضا سوريا، وبالتالي بدأت السعودية أيضا تتطلع إلى تكتلات إقليمية بالتحالف مع تركيا، أو هناك جدل كبير حول التقارب الكبير مع تركيا في الحد من هذه الطموحات الإيرانية في المنطقة وإعادة ترسيم للنظام الرسمي في المنطقة بشكل كبير، وبالتالي أعتقد أنه الغرب يدفع في هذا الاتجاه، في اتجاه تطييف الصراع في المنطقة العربية بشكل عام والدعم المطلق لأجندة إيران على اعتبار أن إيران هي التي تمتلك مقومات تفجير هذا الصراع الطائفي في المنطقة، على اعتبار أن لها أدوات شيعية في العراق ولبنان وسوريا واليمن وهي تحركها بفاعلية كبيرة جدا مع هذا الدعم الغربي المطلق لها. تأتي أيضا هذه الآن المبادرة في صدد هذا الصراع. نعم، يعني تقصد خلق انقسام طائفي داخل الدولة بهذا الشكل في المنطقة بشكل عربي، وهذا واضح الآن. نعم، واضح تطييف القضية في العراق في سوريا في لبنان في اليمن، وواضح أيضا دور إيران باعتبارها عاصمة للمد الشيعي في المنطقة بشكل عام وهي تدفع بهذا المناخ الطائفي في اليمن، وهذا واضح أيضا من خلال خطابات القادة الإيرانية بأن هناك أربع عواصم عربية سقطت بيد إيران وهناك رايات إيران بدأت ترفرف في هذه العواصم العربية، هناك خطاب شيعي مقيت يدفع في تطييف القضية العربية. كيف تفسر دكتور يعني خارطة أتت على الضد تماما من قرار 22/16 والمرجعيات الأساسية الثلاثة؟ بلا شك واضح الآن أنه المبادرة الآن جاءت تصادم المرجعيات، تصادم القرار، وتصادم أيضا تطلعات الشعب اليمني التي خرجت بثورة عارمة كبيرة، وجاءت أيضا إيران بهذا الانقلاب المقيت وحجبت هذه الثورة. أين صادمتها؟ ما هي النقاط التي تصادمت معها؟ استهداف رأس الدولة باعتباره عبد الرب المنصور هو المنتخب بإثر ثورة أجمعت عليه كل طوائف وكل فرقاء الشعب اليمني، وبالتالي كانت المرجعيات بجانب
جانب الشرعية اليمنية التي يمثلها الرئيس هادي، وبالتالي الآن تأتي المبادرة بإزاحة هادي وتثبيت القوى الانقلاب. لم تتطرق على الإطلاق لأي من رموز الانقلاب، وتطرقت لهادي واعتبارها نسب للشرعية الدستورية التي كان القرار 226 يدعم هذه الشرعية، وبالتالي أيضا النائب والمبادرة تماما تثبيت وشرعنة كاملة. الآن تكيف في سياق، أيضا تأتي في سياق عمل بمنهج للسياسة المتحدة ابتداء من بن عمر، والآن بدأت تبرز بشكل واضح ومخيف ومرعب للقوى اليمنية وللتحالف، وبالتالي على التحالف أن يعي حجم هذه المخاطر التي تحدق به سواء في المنطقة أو في اليمن، ويبدأ يفكر بجدية ويعيد أيضا قراءة المشهد اليمني بتفعيل قوى المقاومة في الداخل. كيف التحالف من هذه الخطة حتى الآن؟ يعني نجد صمت، وكأن يعني هل يعتبرون أن الكرة في ملعب الشرعية فقط؟ هل هناك ضغوط فعلا تمارس على التحالف للقبول بهذه الخطة؟ أعتقد التحالف الضغوط تنصب في جملتها على المملكة العربية السعودية، على اعتبار أن يتزعم المعركة في اليمن وليمتلك أوراق القوة أيضا في اليمن هي المملكة العربية والمعنية تماما بما يحصل باليمن، على اعتبار أن لها حدود واسعة مفتوحة مع اليمن، وبالتالي تتعرض لتهديد مستمر من قوى وميليشيات منفلتة على حدودها. ناهيك أيضا أنها مرتبطة بإيران بهذه المعركة الطائفية الكبيرة التي تقودها إيران، وتهدد أيضا أمر الأمن القومي للمملكة العربية السعودية وللخليج برمته، لكن السعودية هي من تتعرض لأكبر هذه الضغوط ولها حدود مفتوحة، وتتعرض أيضا لانتهاكات مستمرة من هذه الجماعات الطائفية المنفلتة في حدودها، وبالتالي هي معنية بالأساس بضبط هذا الانفلات وبإحلال وبتثبيت الشرعية في المنطقة في اليمن بشكل كبير من ناحية، ومن ناحية أيضا قطع علاقتها بإيران وهذا التهديد الكبير لأمنها القومي، وبالتالي هي معنية بتفعيل الأمور في اليمن. وهذا يرتبط يقودنا إلى سؤال مهم جدا، وهو ما دور المقاومة التي تمتلك فعلا أوراق القوة في الداخل، وهي من ستقف أيضا عائق أمام هذه الضغوطات الدولية. وكان على الدول التحالف أن تفعل هذه المقاومة بشكل كبير، ابتداء بتوحيد الجبهات الداخلية في اليمن، بدعم الجيش، بدمج المقاومة، بدعم فعلي بالسلاح والمدد والمؤن، بعودة الدولة والحكومة. هذه أوراق مهمة جدا، بكسر الحصار الكامل عن تعز لتلعب دورها ايضا في ايضا توجيه ضربه قاضيه للانقلاب فيما اذا ما فرضت تسويه في اليمن، او حتى في اجنده ايران في المنطقه بشكل عام، تعتمد بشكل اساسي على تفعيل هذه البؤر والتي اغفلها تماما التحالف خلال السنتين السابقتين. الان لا زال هناك فرص جدا للتحالف يستطيع او للمملكه العربيه السعوديه ان تستدرك هذه هذا البعد وتعيد تفعيل المقاومه بشكل. عند هذه النقطه دكتور عادل، دعنا يعني ان ينضم معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ سليمان العقيلي الكاتب والمحلل السياسي عبر الهاتف من الرياض. مساء الخير أستاذ سليمان. أهلا بك معنا في المساء اليمني أستاذ سليمان. بداية، هل ثم ضغوطات دولية تمارس فعلا على دول التحالف وخاصة السعودية بخصوص القبول بخطة ولد الشيخ؟ وهناك يعني أخبار متداولة عن موافقة السعودية والإمارات مبدئيا على الخطة. أعتقد بالفعل أن هناك ضغوطات أمريكية إنجليزية على الحكومة السعودية كما على الحكومة اليمنية، وأنا أسميها لا أسميها ضغوطات وإنما إرهاب سياسي وترهيب، بمعنى أن تقبلون مشروعنا لشرعنة الانقلابيين وتسهيل أمور السيطرة الإيرانية على اليمن، أو أننا سنخرج لكم قرارا مجلس الأمن. هذا هو يسمى في المفاهيم السياسية إرهاب سياسي وليس مجرد ضغوطات، لأنه ثبت أن الولايات المتحدة تريد بالفعل أن تختم، يريد أوباما أن يختم إدارته بإنجاز يقدمه لأصدقاء الإيرانيين على حساب الأمن القومي العربي وعلى حساب أمن المملكة العربية السعودية وأمن اليمن. هذا واضح للعيان وليس مجرد تخمين. نعم، إذن أستاذ سليمان، يعني ما الخيارات المتاحة أمام السعودية والتحالف في ظل هذه الضغوطات؟ أنا أعتقد أن التهديد بقرار مجلس الأمن ليس له قيمة، وليس يعني ولا يرهب
العرب وبالخصوص المملكة العربية السعودية، لأنه صدر قرار 22/16 ولم ينفذ، ولا يمكن أن يأتي قرار مناقض لقرار 22/16 وفي الأهداف وفي الوسائل وفي الأدوات وينفذ. أنا أعتقد إنه صدور قرار التهديد بإصدار قرار مجلس الأمن لا يعني شيء لأمن المنطقة سوى الخراب، ومن الممكن أن يتم تجاوزه ويقال مثل ما قال علي صالح نتعامل معه، بمعنى نأخذ حسنه ونترك سيئه، وهذا هو الذي أنا أتوقعه إذا صدر قرار مجلس الأمن. ولكن سيكون هذا القرار في الواقع نقطة سوداء في تاريخ العلاقات السياسية السعودية مع إنجلترا ومع أمريكا، لأنهم مارسوا العهر السياسي ضد أمن الجزيرة العربية وضد أمن اليمن وأمن المملكة العربية السعودية بالذات. هم الآن يسعيان لوضع خنجر في ظهر المملكة العربية السعودية لإدامة الإضطراب في اليمن والتوتر السياسي، ولوضع موضع قدم توفير موضع قدم للخامنئي ومرتزقته وحرس الثوري، هذا الذي ينبغي رفضه جملة وتفصيلا، إن كان على شكل ضغوط أو على شكل قرار مجلس الأمن. نعم، إذا ما تفسيرك أستاذ سليمان يعني الموقف الصامت للتحالف بعد صدور أو بعد يعني تسلم أو محاولة تسلم خطة ولد الشيخ؟ يعني لم نجد أي بيان حتى الآن للرفض، هل هذا ربما يعني في سياق القبول به؟ لا، هذا يسمى في السياسة الغموض الإيجابي، وهو عدم الموافقة وعدم الامتناع، بمعنى أنني لن أعطيكم موقف. وأنا أعتقد أن امتناع التحالف وخاصة المملكة العربية السعودية عن إعلان موقف من هذه المسألة هو في مضمونه السياسي رفض، لا شك في ذلك. لو كانت، وأنا قلته في عدة مناسبات، بأن المملكة العربية السعودية لم تستمزج هذه الطبخة الأمريكية الإيرانية العفاشية، لأنها في واقع الأمر طبخة تمثل طعنة نجلاء لأمن الجزيرة العربية والخليج العربي. وأنا أعتقد أنه يراد بهذه الطبخة في الواقع إقلاق المملكة العربية السعودية وإقلاق الشعب اليمني وإقلاق الإقليم كله، ووضع توتر جديد يضاف إلى التوتر العراقي والتوتر السوري. هذه خطة صهيونية أو صهيو أمريكية واضحة تنفذ، ويريدون الآن استجلاب كرزاي جديد في اليمن مثل كرزاي أفغانستان، شخص معروف بولائه للمشاريع الأمريكية، شخص معروف بعدائه للثورة اليمنية، وشخص معروف بتناقضاته التي ضعضعت الشرعية اليمنية في وقت من الأوقات. نعم أستاذ سليمان، يعني ولمز في ثورة الشباب، وغمز ولمز في المقاومة الشعبية اليمنية وفي طموحات الشعب اليمني. هذا الشخص وأنتم تعرفونه هو في الواقع يمثل تحدي. من تقصد أستاذ سليمان؟ الشعب اليمني. نعم، من تقصد؟ أقصد خالد بحاح المرشح لمنصب نائب الرئيس. نعم. الذي يمثل في الواقع الأفكار الأمريكية ويمثل المشروع الأمريكي، وهو في الواقع معروف بولائه للأمريكان، وهو بعد ما خرج من اليمن توجه للولايات المتحدة فورا وثم عاد بأفكار أمريكية، وهو الآن يطالب بالاعتذار الشعب اليمني للمخلوع صالح، وهو الآن يشتم ثورة الشباب، وهو الآن يغمز في جيران اليمن الإقليميين وفي مقدمتهم شقيقتهم المملكة العربية السعودية. هذا الرجل غير مؤتمن على اليمن وغير مؤتمن على الأمن الإقليمي، وهو مجرد عميل للمشروع الأمريكي. نعم، إذن أستاذ سليمان، ماذا عن يعني بعض دول التحالف؟ هل هي رافضة فعلاً
لهذه الخطة، وأقصد تحديدا الإمارات، هل هي متفقة مع السعودية في رفضها لخطة ولد الشيخ؟ الإمارات حصرت نفسها في الصراع مع الإخوان، ولذلك يعني مواقفها شبه معروفة، وأنا أرجو من أشقائنا في الإمارات أن يترفعوا عن مثل هذه الأمور، لأن الأمن القومي العربي وأمن الجزيرة العربية والخليج العربي أمر استراتيجي، قضية استراتيجية تتعلق بأمن الإمارات وأمن السعودية وأمن البحرين. إذا وضع الخامنئي قدما في اليمن بمرتزقته وبحرس الثوري وبحزب الله وبالحوثي وبالحشد الذي الآن يهدد بالوصول اليمن، حشد الشعبي العراقي اللي يسمى الحشد الشعبي وهو الحشد الطائفي الشيعي، إذا سمح لإيران بموضع قدم، كل هذه المرتزقة وكل هذه الميليشيات وكل هذه اللافتات الطائفية ستحل عليكم في اليمن وستخربه، وأنتم مشروع عراق آخر، ليس فقط لتخريب اليمن وإنما أيضا لإقلاق أمن الاستراتيجي للخليج والجزيرة العربية. نعم، إذن أستاذ سليمان، ماذا عن يعني هناك من يرى أن السعودية ربما ممثلة بدول التحالف لم يقف وقفة حقيقية لمناصرة المقاومة التي ربما كانت ستغير المعادلة، يعني مثل هذا الطرح طرحه ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور عادل المسني، أنه لو كان هناك دعم أكبر للمقاومة على الأرض لما يعني تخلخلت المواقف الدولية بهذا الشكل، وأنت تعرف أن المواقف الدولية عادة هي تميل لمن تغلب كفته على الأرض. في الواقع أن هذا الوقت ليس وقت الحديث عن المقاومة أو عن أي يعني نقص في دعمها أو في ثغرات في العمل العسكري، هذا وقت المواجهة السياسية والتضامن والتلاقي على موقف استراتيجي يحطم إرادة الفرس والإرادة الأمريكية أو الإرادة الأنجلو-فارسية التي تريد أن تضع في جنوب الجزيرة العربية عراقا آخر. نحن نعرف أن عملاء إيران في اليمن فئة قليلة وصغيرة، ولكنهم يريدون أن يسلطوها عليكم، على الشعب اليمني وعلى أحزابه وعلى قواه الثورية وقواه السياسية، وأنا على ثقة أن الشعب اليمني الحر سينسف هذه الطبخات السياسية سواء توفر له دعم خارجي أو لم يتوفر، وسواء تم إرهابه بقرارات مجلس الأمن أو لم يتم. الشعب اليمني قادر على، وأنا أتوقع أنه إذا تم طب قرار مجلس الأمن لفرض صيغة إيرانية على اليمن، أتوقع أنه تشكل حكومة عسكرية أو حكومة مقاومة أو منظمة تحرير على شكل منظمات التحرير الوطنية في مثل الجزائر ومثل منظمات التحرير الوطنية في المنطقة، لأن هذه رائحة استعمار جديدة، وأنا أتوقع أن أي عمل يقوم فيه الشعب اليمني سيحظى بدعم الإقليم كله، لأنه الآن نحن في اختبار قوة، والشعب اليمني قوي وأصدقائه أقوياء. نحن نريد أن نكسر هذه الإرادة الإرهابية، هذا الإرهاب الذي يسلط علينا من واشنطن ومن نيويورك، وإذا نجحنا في كسر إرادة الإرهاب السياسي إرهاب الدولة فسننجح معا وسنحقق أهدافنا معا. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ سليمان العقيلي الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك دكتور عادل. دكتور عادل، تحدث معنا الأستاذ سليمان العقيلي بكل صراحة عن كثير من النقاط التي يعني غيرت من صورة المشهد اليمني والدولي بشكل
عام، هل يعني تتفق مع ما طرحه الأستاذ سليمان خاصة في قضية يعني هو تحدث أن هناك فعلا ضغوط تمارس على السعودية ولكن على الجميع مواجهة مثل هذه الضغوط سياسيا؟ نعم بلا شك، هو تحدث وأنا أحيي فيه الروح المتوقدة لدعم الثورة اليمنية، وأيضا وأتمنى لو كان لسان حال التحالف هو كما يذكر أخي. نعم، وأحب أن يغفل عن نقاط الخلاف الآن ونركز على الجوانب المشتركة في أيضا مواجهة هذا الاصطفاف الإقليمي والدولي حول القضايا الاستراتيجية للأمة وبالذات في معركتها الحاسمة في اليمن. نعم سيدي، لكن نحن أحببنا أن نذكر لأنه بالإمكان الآن استدراج ما تم إغفاله في الماضي، على اعتبار أن هناك مقاومة متوقدة الآن في تعز وفي كل الجبهات، وهناك أيضا حاضنة واسعة جدا للثورة اليمنية تستطيع أن تقلب الموازين إذا فعلت بشكل قوي وحق. نحن أمام كوارث حقيقية تمارس ضد المقاومة، هناك كسل إرادة المقاومة في المناطق المحررة، هناك جوع ومجاعة تنتشر في صفوفها، وبإمكان التحالف أن يلعب دور هائل وكبير على اعتبار أنه يمتلك وفر اقتصادي هائل وأيضا الشرعية في أيضا محاربة هذه الملفات الخانقة، وخاصة الآن الأمراض التي تنتشر ومنها الكوليرا الفتاك في أوساط هذه المناطق نتيجة أيضا لغياب الخدمات وغياب أيضا دور الشرعية والتحالف في محاربة هذه الآفات، وأيضا في دعم حقيقي للثورة وإعادة الإعمار في المناطق المحررة وكسر أيضا وتحرير تعز. أعتقد أن هذه ملفات واضحة كان مفترض أن تفعله، والآن يجب أن تتحرك التحالف والسعودية بشكل مباشر لمعالجة هذه القضايا، وبالتالي تحرير تعز سيقلب الآية بكاملها في صراع اليمن، في صراع المشهد، الصراع في المشهد اليمني برمته، على اعتبار أن تعز تمتلك حاضنة قوية وهائلة وهي صامدة لمفردها إلى الآن في مواجهة هذه الجماعات الإرهابية والعصابات صالح لمدة لأكثر من عامين. أعتقد أن ملامسة هذه القضايا هو مثل عمق استراتيجي لدول التحالف وللشرعية، لماذا يتم الإغفال عليها؟ أعتقد أنه الآن بعد هذه المخاوف وبعد الآن بدأت تظهر بشكل واضح نية المجتمع الدولي والإيراني في محاصرة في دعم وشرعنا للانقلاب ومحاصرة أيضا المشروع الشرعي في اليمن. ينبغي أن تفعل هذه القضايا، ينبغي أن نحرك تماما هذه أوراق القوة في المشهد اليمني، ينبغي أن نغير من استراتيجيتنا ونضع استراتيجيات جديدة تتلائم مع هذه التحولات الهائلة سواء في المنطقة أو في اليمن. وبالتالي أعتقد أنه هذه مسائل أساسية ينبغي النظر إليها الآن، خاصة ونحن نخوض هذا التحول الكبير. أعتقد أنها ستمتص كثير من الضغوط الدولية، ستغير المشهد بشكل كبير، ستقنع أيضا اللاعبين الإقليميون والدوليين بأن هناك مقاومة حية وفاعلة وتتحرك الأراضي يجب الاعتراف بها. نعم. بشكل إذن جدي. دكتور عادل، نعود لمتابعة هذا الموضوع، ولكن اسمح لنا أن تسد المشاهدين بذهاب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى دكتور عادل. دكتور عادل، يعني الأستاذ سليمان العقيلي وصحفيون كثر حذروا من القبول بتلك الخطة وفسروا بأنها انقلاب على أو مقدمة لشرعية وجود هذا الانقلاب كذراع إيرانية، وتحدث أيضا أستاذ سليمان والكثير عن مخاطر الموافقة على مثل هذه الخطة وبأن اليمن قد تتحول إلى عراق آخر. بلا شك سيدتي، لكن هناك أيضا عنصر فاعل أغفله الكثير، لم يفطن إليه أيضا الكثير، وهو المقاومة الحاضنة الكبيرة الشرعية التي تمثل الشرعية في اليمن، وبالتالي اعتقد أنها لن ترحب أبدا هي مع الشرعية ومع التحالف ما دامت وفق القرارات والمرجعات الدولية. إذا خرجت هذه المبادرات عن هذا الخط فإن تتوقع أن المقاومة سترفض مثل القبول بهذه الخطة؟ بلا شك، المقاومة لا يمكن أبدا تهدر هذه التضحيات الكبيرة، تهدر تطلعاتها أولا في الثورة وفي أيضا اليمن التي أرادت أن ترسمه من خلال كفاحها الطويل، وأيضا الآن بعد أن جاء الانقلاب وهي الآن تقدم على مدار سنتين كثير من الدماء وكثير من التضحيات ولا زالت تقدم كل يوم، وهي الآن موجودة تسكب دمها في جبال وشعاب اليمن، وبالتالي من الصعب تماما أن تقدم كل وتتنازل عن كل هذه التضحيات لمجرد أن هناك مبادرة دولية. بلا شك المقاومة الموجودة في الميدان هي شوكة الميزان، وبالتالي لا يمكن أبدا
تتجاوز هذه المقاومة. هناك إيرادات إقليمية ودولية تحاول أيضا من خلال هذه المبادرات تغير من معنويات المقاومة المتوقدة في كل الجبهات، وهي الآن على مشارف صنعاء. أعتقد أن هناك انتصارات كبيرة جدا، هناك معنويات عالية جدا ترجم هذه الانتصارات في الداخل، لكن إغفال هذه الروح وفرض إيرادات المجتمع الدولي على التحالف وعلى الشرعية لن يغير من واقع الأمر شيء، على اعتبار أن المقاومة سترفض أي خروج عن المرجعيات، أي خروج عن تطلعاتها. لا يمكن أبدا أن تقبل بغرس وشرعنة الانقلاب التي تقدم كل يوم التضحيات من أجل درء. بلا شك أن المقاومة هي عنصر، ومن هنا أنا أنادي التحالف بأن يتفاعل بشكل إيجابي مع هذه المقاومة، بأن يتعامل بشكل حيوي مع هذه الحواضن الكبيرة جدا التي تمثل عقبة في طريق الانقلاب وفي طريق طموحات إيران وأجندتها في اليمن. هل الأمل موجود لتغيير المعادلة إن تم فعلا دعم المقاومة في هذه الأونة القادمة، أن تسيطر أكثر على الأرض، أن تستعيد الدولة أراضي أكثر، أن تقترب أيضا من الناس بتسليم الرواتب والعمل على الكثير من يعني إلغاء الحواجز بينها وبين الشعب، هل يمكن أن تتغير المعادلة؟ بلا شك هناك سيدتي، الآن المقاومة استطاعت في هذا في ظل هذه الظروف القاسية استطاعت أن تحقق هذه الإنجازات الكبيرة، استطاعت أن توقف الانقلاب، استطاعت أن تتقدم تكسر الحصار عن تعز، وهي الآن في نهم. ماذا لو فعلت بشكل إيجابي؟ ماذا لو كسر الحصار تماما عن تعز؟ ماذا لو الآن لماذا تترك تعز؟ لماذا التحالف والشرعية تريد أن تحارب المشروع الإيراني في اليمن وأجندته ويبقى تعز كما هي، ويبقى المقاومة مشتتة مبعثرة في كل الوطن كما هي؟ أعتقد أن هناك خلل استراتيجي كبير جدا، ينبغي ملامسة هذه الأطر، معالجة هذه الملفات، ينبغي كسر الحصار، تحرير تعز بالكامل، وتعز ستتولى تغيير الموقف بكامله، على اعتبار قلنا أنها قلب الثورة النابضة، ومنها أيضا طلقت شرارات فبراير، وبها حاضنة تقاوم إلى اليوم، ولها امتداد شبكي في كل المحافظات اليمنية، وبالتالي تحرير هذه المحافظة أيضا سينعكس على إب وعلى الحديدة وعلى غيرها من المحافظات اليمنية، وسيعطي أيضا المقاومة في كل الوطن روح جديدة جدا للنهوض والمضي للأمام. أعتقد أنه إغفال تعز هو من يمكن للإنقلاب، هو من يدعم المشروع الإنقلابي ويضعف حواضن المقاومة. أيضا تأتي عدن، أيضا ضبط الأمن في عدن وإعادة الدولة لعدن، البنك المركزي وأيضا صرف رواتب في ظل هذه المجاعات والأمراض أمر مهم جدا. أعتقد إغفال هذه المسائل المهمة جدا لا يخدم مشروع المقاومة، لا يخدم أبدا محاربة أيضا أجندة إيران في المنطقة، بل على العكس يدعمها ويمكنها من التقوقع في اليمن والعشاشة. نعم. في يعني هذه ليست المرة الأولى دكتور عادل التي نتحدث فيها عن ضرورة قرب الحكومة من الشارع اليمني، هل تعتقد أنه بعد هذه الخطة التي قدمت أنه يعني ستستيقظ الحكومة لتعرف أنها ما زالت بعيدة عن الشارع، خاصة أنه خرج لأجل هذه الشرعية، خرج في المناطق المحررة ليقول نعم نحن ما زلنا مع الشرعية رغم كل هذا البعد بيننا وبين الحكومة؟ الحقيقة هناك الآن بدأ الهاجس المرعب بالنسبة لهذه التطورات على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي، انعكس قلنا في أكثر من أطر وأكثر من صعيد، وخاصة الآن في هذا الطرح المخيف الآن والمرعب باستهداف مباشر لرأس الشرعية الممثل بعبد الرب منصور، وأيضا النائبة، والإتيان برئيس متفق عليه تكون أيضا لقوى الإنقلاب دور كبير جدا في اختياره، وبالتالي هنا شرعنا كاملة جدا، هنا تصفية لقوى الثورة لثورة فبراير، وأيضا أعتقد أن الأمر مخيف ومرعب جدا أن يتحول المجتمع الدولي إلى هذا التطور الكبير والخطير الذي يستهدف الشرعية، والمعني كان بالموقف الدولي بالأمم المتحدة أن تحاصر الإنقلاب وأن تكثف من الدعم باتجاه أيضا القرارات والشرعية والقرار 226، أما أن تخرج عن هذا الإطار كله في الوقت الذي تحقق المقاومة انتصارات كبيرة جدا وهي الآن على مقربة صنعاء، يأتي هذا التحول الخطير، هو استهداف مباشر حقا للثورة، استهداف مباشر للشرعية وأيضا للتحالف، وبالتالي ينبغي أن تفعل التحالف أوراقها في الداخل، لا ينبغي أبدا الاستمرار على نفس السياسات السابقة وإغفال أوراق القوة الفاعلة جدا في الداخل اليمني. أعتقد أنه ينبغي ملامسة هذه الأطر، وهي ستعالج أيضا كثير من القضايا على المستوى الداخلي والإقليمي والدولي. نعم، إذن عودة إليك دكتور عادل، ولكن بعد أن ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمد موسى العامري مستشار رئيس الجمهورية من مكة. مساء الخير أستاذ محمد.
مرحبا، مساء النور. أهلا بك معنا أستاذ محمد. يعني بداية، هناك أخبار متداولة عن ضغوط تمارس أو قبول الإمارات والسعودية بخطة ولد الشيخ، وكان معنا الكاتب سليمان العقيلي الذي أكد بوجود ضغوطات أمريكية بريطانيا على السعودية للقبول بهذه الخطة. كيف يمكن أن تتصرف الحكومة الشرعية إزاء الضغوطات التي تمارس على التحالف عليها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يتعلق بهذه الخارطة التي قدمها لنا البعوث الأممية، لا شك أنه لا يمكن أن تكون مقبولة، لأنها تجاوزت كل المرجعيات المتفق عليها المحلية والإقليمية والدولية، ومن ثم يعني ترقى، أن نستطيع أن نقول أنها ترقى إلى أن تكون فضيحة، والقبول بها لا يمكن أن يكون، لأن فيه إهدار لتضحيات الشعب اليمني، في إهدار الوقت، في إهدار لكل المقدمات التي سبقت. فيما يتعلق بالضغوطات، يعني أعتقد أنه قد مرت ضغوط مشابهة لهذا، وكان للحكومة اليمنية موقف، وهو أنها تنظر إلى مصلحتها. نحن لم نعمل بأي مصلحة دولية، لأن في الحقيقة هذه الخارطة التي قدمها البعوث الأممية هي رؤية بعض الأطراف الدولية، وليست رؤية الأمم المتحدة، وهو مبعوث يمثل الأمم المتحدة، يمثل ويسعى إلى تطبيق قرار 2216، ويلزم الطرف الانقلابي المعتدي المجرم الذي انتهى كل الحقوق. نعم، لما لم تمارس مثل هذه الضغوط على الوفد الانقلابي في الكويت حينما وقعت الشرعية على الخطة التي قدمت من مجلس الأمن؟ هذا الذي نقوله دائما، ونقول يجب أن يتوجه الضغط على الطرف المعتدي المجرم الذي تجاوز كل الخطوط وركل كل المرجعيات. لكن للأسف هناك هناك تدليل، وهناك أيضا رؤية، وهي إدارة الصراع وليس حل الصراع في اليمن. هناك يعني نحن ما يجري في اليمن هو نفس الذي يجري في الشام أو في العراق، يعني تفعيل دور الطائفيات والصراعات المناطقية وما شابه ذلك. ولذلك نحن كيمنيين يجب أن ندرك هذه اللعبة، ويجب أن نتجاوزها بحكمتنا، وأن نسعى فعلا إلى إزالة آثار هذا الانقلاب، وإعادة هذه الجماعة المتمردة إلى الجادة، وعدم يعني ترك المجال للعبث في هذا الملف الذي يهدد اليمن ويهدد الإقليم ويهدد المجتمع الدولي بشكل عام. نعم، الخيارات السياسية للسلطة الشرعية واضحة برفض خطة ولد الشيخ، ولكن هل يعني سيذهب التحالف العربي بإسناد مثل هذا الخيار بالنسبة للشرعية؟ التحالف العربي نحن لا نستطيع أن نستقي موقفه من خلال تصريح لشخص، أو هناك يعني الموقف الرسمي يؤخذ من مصادره المعتبرة التي يجب أن تكون هي التي تمثل يعني الرأي بصورة صحيحة. التحالف العربي يعني واقف مع الشرعية، ولا يزال وسيستمر بإذن الله في موقفه هذا. هناك طبعا لا شك المرحلة تتطلب يعني إبداء مرونة سياسية، والحكومة اليمنية أبدت الكثير من المرونة والتعاطي الإيجابي مع المبعوث الدولي ومع الأوراق التي تقدمها الأمم المتحدة، لكن بما لا يضر مصالحنا كيمنيين. نعم أستاذ محمد، يعني هناك من يقول بأن الحكومة يعني خاصة في هذه الفترة وبعد خطة ولد الشيخ يجب عليها الاقتراب أكثر من الشارع اليمني، عليها أن تلامس همومه وأن تلامس القضايا الإنسانية التي يمر بها، أن تدعم المقاومة بشكل أكبر وأوضح، ربما لتعادل موازين الكفة على الأرض. ما الذي ستقدمه الحكومة خلال هذه الفترة غير الوعود طبعا؟ نعم، هذا هو الاتجاه الصحيح، هذا هو الاتجاه الصحيح، والذي دائما نذكر به ونقوله، وهو الاتجاه إلى الداخل، الاتجاه إلى التنمية، الاتجاه إلى فرض يعني سيطرة الدولة على المناطق التي حررتها، وأن تكون هذه المناطق نموذجا لبقية المناطق اليمنية، نموذجا في الخدمات، نموذجا في التنمية، نموذجا في حسن الأداء. وهذا ما طبعا ننادي به، ونطالب أيضا أشقائنا في التحالف وفي غيره أن يقفوا مع الحكومة الشرعية حتى تظهر بالوجه اللائق بذلك. هذا طبعا إضافة إلى أن المؤسسة العسكرية أيضا معنية بتفعيل أدائها، ويعني في الحقيقة نحن ليس الحرب ليس يعني خيارا مفضلا، لكن نحن أمام جماعة متمردة عدوانية لا تفهم إلا
لغة القوة وتريد أن تفرض يعني مشروعها السياسي الإيراني الكهنوتي بالحديد والنار، ومن ثم المؤسسة العسكرية معنية أيضا بأن تحسن أدائها إضافة إلى بقية يعني أجندة السلطة المحلية. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ محمد موسى العامري مستشار رئيس الجمهورية، كنت معنا عبر الهاتف من مكة المكرمة. عودة إليك دكتور عادل. دكتور عادل، يعني كونك باحث في العلاقات الدولية، ما الذي تشكل هذه الخارطة من فخ للأمن القومي في الجزيرة العربية من وجهة نظرك؟ ماذا؟ الخطة التي قدمها ولد الشيخ، ما الذي تمثله بالنسبة للأمن القومي الخاص بالجزيرة العربية لو تم القبول بها؟ أعتقد أنه أهم قضية تأتي في سياق الخلل الكبير الموجود في المنطقة العربية ابتداء من العراق وسوريا ولبنان، تأتي اليمن. أعتقد أنه تلامس جوهر القضية بالنسبة للأمن القومي السعودي والخليجي، الاعتبارات كثيرة جدا منها الجغرافية والتاريخ، الاعتبار أن الظرف الجيوسياسي للمملكة العربية السعودية وهذه الحدود المفتوحة الكبيرة التي تلامس أيضا المملكة العربية السعودية، والموجود أيضا على شقي المملكة البؤر شيعية موجودة تغذيها أيضا دولة عملاقة في المنطقة، يمثل خطر كبير جدا للأمن القومي العربي. أيضا هناك بؤر شيعية جدا في الكويت وفي البحرين وفي المملكة العربية السعودية هي مؤهلة الآن للانفجار، وتلعب أيضا القيادة العربية الإيرانية في حالة الغليان الموجودة في هذه البؤر وأيضا في اليمن وغيرها من المناطق بشكل مباشر الآن، وبالتالي ينسحب أيضا ما يحصل في اليمن سينسحب أيضا على العمق الاستراتيجي الخليجي، ومن هنا ينبغي التركيز الكبير جدا على أيضا مكافحة البؤر الإيرانية في المنطقة بكاملها، وينبغي أن تتيقظ المملكة العربية السعودية بكل قوتها الآن، قلنا لدعم جيوب المقاومة الموجودة في اليمن لأيضا حجب هذه الأطر التي تحاول إيران التغلغل بها ونسف أيضا الأمن والاستقرار للمنطقة بكاملها، واعتبار اليمن هو محطة متقدمة جدا لإيران في عمق الأمن الخليجي، وبالتالي إن فشلت المملكة العربية السعودية في كبح جماح إيران في اليمن فإنه سينسحب مباشرة على البؤر الموجودة في داخل الخليج. يعني في حال ما تم الإفصاح عن موقف سعودي إماراتي حقيقي أو واضح مساند لهذه الخطة تحت الضغوطات الأمريكية والبريطانية، برأيك إلى أين سيتجه المشهد اليمني؟ أعتقد أن المملكة العربية موقفها مغاير عن الإمارات، على اعتبار أن الإمارات محصورة في بؤر معينة جدا في المنطقة وهي الصراع مع الإخوان المسلمين، وهي واضحة منذ البداية في هذا البعد. لكن أعتقد أن المملكة العربية السعودية تفكر بعمق وهي تقود وتتزعم الصراع في المنطقة ضد إيران في العراق وسوريا وأيضا في اليمن، وبالتالي لا يمكن أبدا أن تفرط بهذا في هذه المعركة وتسلم اليمن أيضا لتنسحب قلنا على أمنها الإقليمي وعمقها في الخليج، وبالتالي اعتقد أنه الانتصار إيران وانتصار هذه الأجندة يعتبر نسب تماما للأمن القومي الخليجي برمته، والسعودية تعي تماما هذه المخاطر، واعتقد أنها تتكتل الآن مع الشرعية اليمنية باعتبار أنه مصير مشترك وليس فقط دعم للشرعية اليمنية ضد قوى منفلتة في الداخل، ولكن يهدد هذه القوى المنفلتة شيعية ومرتبطة أيضا بقوى قلنا إقليمية تطيف المنطقة بكاملها، وبالتالي هنا يأتي مصدر الرعب أن إيران تضخ هذا الدم الطائفي في المنطقة لتحاصر المملكة العربية السعودية، وهي تريد حقا المملكة العربية السعودية التي تتزعم هذه. لنفترض يعني سريعا دكتور، تم الضغط على السعودية والإمارات للقبول بهذه الخطة، ما الذي ستصنعه اليوم؟ هناك مقاومة، المقاومة هي التي تمتلك أوراق القوة بالداخل، وهي من تحرك هذه الأطر، وهي من تتزعم الآن العمل الميداني في الداخل. قطعا من يصمد في تعز هي المقاومة، هم الشباب أيضا في عدن، في من حرروا عدن والجنوب، من الآن يقبعون في جبال وشعاب نهم وغيره ومأرب وغيره، هذه المقاومة التي هي خيار لها هذه الثورة اليمنية ودافعت عنها وتدافع عنها اليوم وكل يوم، ولن تفرط أبدا بهذه الثورة وتطلعاتها، وبالتالي هي من ستصنع التغيير. المقاومة من تمتلك الثقل على الأرض
عرضه على الميدان. نعم نؤثر بهذا التماهي في دعم القضية اليمنية وهذه الضغوط تنعكس عليها، لكن ليس بالشكل الذي تلغي وتنسف قضيتها بالكامل. أعتقد المقاومة تستفيد نعم من الدعم الخليجي ومن دعم الشرعية لها، لكن هي التي تصنع القرار وهي التي تحرك أوراق القوة في الداخل، وبالتالي يمكن أبدا أن نتجاوز هذا البعد. نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتور عادل مثني الباحث في العلاقات الدولية، كنت معنا في المساء اليمني لهذا اليوم. أشكر أيضا لضيوفي عبر الهاتف الكاتب والمحلل السعودي سليمان العقيلي، وكذلك مستشار رئيس الجمهورية الأستاذ محمد موسى العامري. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.